هذه الألحان والموشحات علت أصوات حناجر أطفالنا على خشبة دار الأوبرا، حيث أحيت منظمة طلائع البعث حفلاً موسيقياً تكريماً لابن شهباء صباح فخري. من حقه علينا أن نكرمه وأن يقول أطفال الوطن أطفال الجمهورية العربية السورية لهذه القامة الوطنية شكرا بطريقتهم من خلال أدائهم لعدد من ما قدمه من الموشحات والأغاني التي خلدت في ذاكرتنا وفي أفئدتنا. النقطة الثانية هي رسالة للعالم أجمع بأننا سنحافظ على أصالتنا، على تراثنا، على حضارتنا، وأن الرسالة التي حملها الأستاذ الكبير صباح فخري سنتناقلها عبر الأجيال، وسيحملون الراية أبناء هذا الوطن وأطفال هذا الوطن من خلال حفاظهم على هذا الإرث الثقافي والوطني والفني. صباح فخري الذي خلد التراث السوري بين القدود والموشحات والألحان والأنغام، ونقل هذا الفن من قلعة حلب إلى بقاع الأرض ليعرف بأسطورة الغناء العربي، قدم خلال الحفلة ثلاثة من أعمال الفنان القدير صباح فخري الذي أغنى الفن بصوته. العمل اللي نحن قدمناه اليوم هو تكريما للتراث الشعبي اللي كان الأستاذ صباح دائما وأبدا هو محافظ عليه، هو عم يجاهد مشانه لإحيائه لحتى ما يموت لحتى ما يندثر. الشيء اللي نحن عملناه اليوم هو جزء بسيط من اللي عمله الأستاذ صباح بكتير، يعني هو سابقنا أكيد بأشواط وأجيال. قدمنا عدد من الوصلات، قدمنا سماعي نهوند كان موزعنا يا الأستاذ مهدي المهدي مشكورا، قدمنا موشح. الأعمال كلها اللي قدمناها تحيي الموسيقى العربية، تدعم التراث العربي. 87 عاما من الفن الأصيل، صباح فخري مدرسة من الفن وأيقونة سورية لمعت وخلدت التراث الشعبي في أذن كل من سمع ألحانه وتراتيل صوته.